صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خلينا نعرف ينزلوه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وأما الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وكان ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه. يا عم ارجع. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.